موجة غضب أثارتها لجنة الطاقة في الديوانية بعد صدور قرار برفع سعر أمبير المولدات الأهلية إلى 6000 دينار، إذ طالب مواطنون بتفعيل المراقبة والمحاسبة عبر إرجاع الأمبير إلى سعره الطبيعي أسوة بالمحافظات الأخرى. تفاصيل أوفى مشاهدينا في سياق هذا التقرير. موجة غضب تصيب الشارع الديواني بعد قرار لجنة طاقة المحافظة برفع سعر أمبير المولدات الأهلية ليبلغ 6000 دينار لكل أمبير عكس باقي المحافظات، في وقت تعاني فيه المحافظة من ارتفاع بنسب الفقر. لأكثر من مرة أنه لجنة الطاقة لم تراعي يعني الحالة المادية للمواطن الديواني، يعني سبحان الله في هذه الأيام وخاصة يعني من يوم 1 إلى 5 بالشهر نلاحظ بأن هناك أطفاء وكأنه متعمد للكهرباء. في المحافظات المجاورة فهو 4000 دينار. لأكثر من مرة كتبنا ناشدنا وهناك وعود بأنه سوف نراجع. هو ليش صدر القرار أول مرة حتى تبدي أنت تراجع القرار؟ شيء معروف أنه الكهرباء لم تطفأ. لا، وهناك عدم مراقبة أيضا لأصحاب المولدات، يعني مو بس سعر الامبير 6000، لا ده يوصل الى 7000 بحجه ان هناك تشغيل ساعه قبل الوقت. الديوانيه الوحيده اللي هي 6000. استغربت العالم وبدات تشكو من هذا الموضوع. تواصلنا ويا رئيس لجنه الطاقه حاليا بالديوانيه، حتى تواصلت وياه شخصيا على الفيسبوك. كان التبرير يعني مو منطقي، سالناه قلنا له استاذ انه ليش يعني الامبير 6000 مو بقيه المحافظات 4000؟ قال احنا نسوي تحسبا لهاي الصيف القادم ونعرف منظومه الكهرباء بها مشاكل، فتحسبا للصيف القادم سوينا الامبير ب6. زين بقيه المحافظات ليش ما سووا تحسبا؟ يعني كلام مو منطقي دائما. وكل شهر وكل صيف تعاني الديوانيه من هذا الموضوع وماكو اي استجابه من لجنه الطاقه. مطالبه بوضع حلول لهذه المشكله التي تتكرر كل صيف، رغم صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء يتضمن اعتماد مبلغ 4000 دينار لكل امبير، لكنه لم يطبق لغاية الآن. أعتقد هذا نوع من الغبن للمواطن ديواني. أيضا يعني أبو المولدة ما جاي شغل هواي، يعني ما بهالفترة هذه بسبب وجود الكهرباء. أتمنى من مجلس المحافظة أن يكون هناك استثناء بهذا القرار، رغم أنه قرار رسمي أنه الجباية 4000 دينار، يعني بشيء مركزي، يعني كل المحافظات الأخرى ثبتت التسعير 4000، شمعنا الديوانية 6000. من الديوانية سيف علي، قناة دجلة.